قابل نقول نجران صراحة، فنجران غير محظوظ، عنده مشاكل كثيرة نفسيا واداريا وفنيا بسبب اتحاد القدم، واللي سبب نجران ما زال يعاني بسبب اتحاد القدم، لكنه صراحة مع ايضا الفتح الجبال ومع هذه الشرمة صراحة فريق يستحق الاحترام. نعم، قصدك اتحاد القدم على عدم استقراره يعني؟ لا، يعاني مشاكل ليست من صنعه، يعاني مشاكل من صنع اتحاد القدم. مثل عدم الوفاء بالوعد انه يلعب في الشراء. نعم، في هذا اللي انا كنت اقوله، عدم 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 استقرار، عدم ما يلعب فيه على ارض، عدم اعطاء كثير من حقوقه. نعم، المعنويه الماديه اثرت عليهم طبعا يا اخي، ومع ذلك صراحه يعني يقدم نتائج، يعني يخسر بصعوبه. صحيح، من الفرق الكبيره يخسر. نعم، بصعوبه، وبالظلم حتى تحكيميا في مباريات مهمه جدا. عموما نتمنى ان شاء الله يتجاوز هذه المرحله، ونتمنى للفرق الكبيره. نعم، ايضا المزيد من الاثاره.